لما حطوني بالمنفرده حطوني بحمام، لقيت شفره بشباك الحمام، قمت شلت الشفره وحطيته بجيبي. من كثر ما كانوا يعذبوني تعقدت، قلت يعني ما نهايتي هاي، كل ما يجون بدهم يعذبوني احط الشفره على ايدي اقول بدي اضربه ابن الله. ما كنت اقدر اذبح حالي، ما كنت اقدر. عادل الحجي واحد من آلاف السوريين اللي بتأكد منظمات حقوقية دولية وسورية تعرضهم لانتهاكات بالمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني الحر بالشمال. حجي كان من سكان راس العين قبل ما يصير نازح بالقامشلي. حياتنا كان بيتنا بأرضنا، مرتاحين هونيك دي محلنا، مبسوطين يعني، لا مش مشاكل لا كل شيء، منطقة آمنة كانت. وبعد هجرنا يعني البيت اللي جر ما عاد يصح لنا. حياتنا براس العين انت قاعد ببيتك مع ولادك مع جيرانك مع قرايبينك، هلا قوم بالقامشلي، ايه قامشلي بس لا معرفينك حوالينك، لا قرايبينك لا اخوانك، ما في حدا حوالك، حتى ولادك مو حوالينك. وبيقول حجي انه تم توقيفه من قبل احد فصائل الجيش الوطني بتهمة استخدام المخرطة يلي كان بيملكها لتصنيع اسلحة لصالح فصيل كردي. كان مسويين مجلس محل جديد براس العين، اعتقلوني عند بابه لأنه كنت أمشي أوراق المحل، اعتقلوني لأنه قال أخوك صحفي، وفي واحد من جيراننا أول كان بجبهة النصرة وبعدين صار باستخبارات معتصم بالله، هو اللي اعتقلني وسلمني لمعتصم بالله، سكروا عيني وحطوني بفان ودوروني براس العين وحطوني بالبيت. سكر عيني وقال لما انفتحوا عيني طلعت علي شيء حوالي شيء 15 واحد، يعني تحقيقهم كان انه عم تسوي اسلحه لليبهكي، عم عندك محل مخرطه كنت تسوي لهم اسلحه، كنت تشتغل لهم، كنت تسوي لهم يعني الات سلاحيه هيك شغلك على المخرطه كنت تشتغل لهم، يعني هي التهمه اللي لزقوا لي اياها. ويقول لي وين محل الأسلحة، وكان في واحد عراقي يحقق معي يقول لي أنت تحب صدام ولا لا، يعني هاي هيك تحقيقه كان. بيأكد حجي تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله. حطوني بالمنفردة حمام صغير متر مترين، حطوني بالمنفردة شيء 20-15 يوم، بعدين حولوني لبيت لبيت بجنبهم غرفة، ظليت في شيء يعني شهرين وعشرة أيام، شهرين وعشرين يوم فيه. أول ما مسكوني تعذيب كان فيه وكثير، يعني كان يتمون علي شيء 10، اثنين يمسكون إيدي واثنين يمسكون إجي وعلى بطني يا على ظهري وضرب، تسكير عين والضرب من وين تجي ما بعرف. الآثار أكثر شيء نفسية كانت، بعدين جسدي يعني كنت متعقد، يعني واحد يظل شهر ونص بالمنفردة لا يحكي مع حدا، لا حدا يحكي معه، يعني دائما ساكت، لا يشوف بني لا يشوف بني آدم، لا يشوف حدا، يعني حتى الأكل ما كان، كل يومين ثلاثة كان وجبة. يعني طلعت بصحية ظهري وركبتي وكتفي كلهم كانوا يوجعوني ولهلق. بعد فترة تم الإفراج عن حجي بعد دفع مبلغ مالي كبير مثل ما بيقول. 15000 دولار فعلاً دفعنا. لما دفعنا قال يا بدك تجيب أخوك يا 15000 دولار، يا بدك تجيب اللابتوب تبعه والجهاز تبعه وهو يا 15 دولار تدفعونه. وحاولوا محاولات وحكينا مع بعض، لما كان يحكي يقول لما نحكي مع أخواني كان يلغمون الفرد يحطونه بجنبهم يقول أي كلمة غلط بدنا نذبحك، وجباري يعني إيش ما كان يقولوا لي كنت أقول لأخواني، هم ما كانوا يحكون مع أخواني، دايما يخلوني أنا أحكي مع أخواني. دفعنا المصاري عن طريق تركيا، في أختي وجوز أختي بألمانيا هم اللي حولوا المصاري على تركيا، هم حولوا لأخوي بتركيا، وعلى طريق أشخاص وصلوها
لا جيش الحر، جيش الوطني، جيش الحر، إيش ما يسمونه ما بعرف. بس المضايقات الأمنية ظلت تلاحق حجي حتى بعد الإفراج عنه. طبعاً حتى ما بعد ما طلعت زاد كل أسبوع كانوا يبعثون معي، بالأسبوع مرة يبعثوا وراي تحكي مع أخوي بالبازار إنه قل لهم خلي يدفعوني، إذا ما دفعوا بدنا نسوي في كذا وكذا وكذا، يعني هيك مشان إنه يبعثون المصاري. وبعد ما وصلت للشخص الثالث ظليت نهارين عند الشخص الثالث براس العين، قاموا يدوروا علي يمسكوني الثاني مشان كمان يطلبوا المصاري. بس الشخص الثالث هربني بساعة للمنطقة. حقوقيين سوريين كتير حكوا عن انتهاكات طالت خصوصا السكان الأكراد بالمناطق اللي بتسيطر عليها فصائل الجيش الوطني. ليس هناك إحصائية بشكل دقيق لكامل الجغرافيا الذي يسيطر عليها فصائل الجيش الوطني السوري، لكن فيما يخص المناطق ذات الغالبية الكردية مثل عفرين وسريكانيا راس العين وطن الأبيض، هناك أكثر من 500,000 شخص تم تهجيرهم نتيجة العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا بدعم ومساندة من فصائل الجيش الوطني، والذي أفضت إلى السيطرة على هذه المناطق واحتلالها. هناك أكثر من 5,000 معتقل منذ سيطرة هذه الفصائل على هذه المناطق إلى الآن، وتعرضوا لمختلف أنواع وأشكال التعذيب في سجون هذه الفصائل. وكثير من هي الاتهامات بتوثقها منظمات حقوقية سورية ودولية. منذ احتلال هذه المناطق من قبل تركيا بمساعدة فصائل الجيش الوطني السوري وإلى الآن، هناك العديد من التقارير التي أخرجتها المنظمات الحقوقية السورية وأيضا المنظمات الدولية مثل Human Rights Watch، العفو الدولية، مينيستي، لجنة التحقيق الخاصة بسوريا. هناك العديد من التقارير التي أصدروها تؤكد حقيقة الانتهاكات التي تجري في هذه المناطق وما يتعرضون لها السكان من انتهاكات يومية تحت يد فصائل الجيش الوطني السوري. وثقنا مختلف أنماط الانتهاكات تعرض لها السكان هناك. هناك انتهاكات حقوق الملكية والسكن، هناك الاعتقال، التعذيب، التهجير بحد ذاته، كل هذه يعتبر انتهاك. عدم شعور الناس بالأمان، الظروف الأمنية التي يعيشها السكان هناك، والتفجيرات التي تحدث هناك، والاشتباكات الداخلية التي تحدث بين الفصائل هناك، كل هذه انتهاكات ووثقناها بشكل بالمجمل. يعني الشيء اللي شفته من راس العين ما اريد اشوف راس العين. اذا راس العين هيك تبهدل الواحد وترزل الواحد ما بدي اياه.